أكد وفد مجلس الشورى المشارك في القمة العالمية للنساء البرلمانيات التي تعقد أعمالها في العاصمة الأردنية عمان أهمية مواصلة المساعي لزيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في مجالات مختلفة، مجالات التي تعنى بشؤون المرأة، مشيرا إلى أن دول العالم لديها العديد من المصالح التي ينبغي العمل على دعمها بآليات مشتركة. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى رئيسة الوفد. أستاذة دلال، ما أبرز ما تم تداوله في القمة العالمية للنساء البرلمانيات؟ طبعا نشارك في هذا المنتدى العالمي للنساء في البرلمانيات برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وحقيقة كانت هي فرصة للالتقاء بعدد من البرلمانيات من كافة أنحاء العالم على أساس أن احنا نكتسب التجارب والأمور المتقدمة في هذا المجال. وهذا المنتدى يأتي لتسليط الضوء في 4 مناحي: المناحي السياسية والاقتصادية والبيئية والإعلامية، وتناول آخر محور اللي هو مسألة حفظ حقوق المهاجرين واللاجئين، وأيضا أخذ في موضوع حقوق الإنسان حق خاصة في ظل الهجرة والأمور المتعلقة يعني بالناحية الإنسانية. وكذلك عقدت عدة لقاءات وورش عمل تستهدف دعم المرأة البرلمانية في المناصب القيادية، كيف تكون صاحبة قرار مؤثر سواء على المستوى البرلماني أو على مستوى التعاون مع الحكومات في دولنا، باعتبار أن المرأة يعني تشارك أخيها الرجل في مسألة المجال سواء المنتخبة أو المعينة في تبني التشريعات والسياسات التي تخدم البلد على مستواها الوطني، وأيضا تعكس مدى تقدمها أمام المجتمع الدولي. نعم. وكان لنا أيضا فرصة بأن يتم الاتفاق والتنسيق مع التعاون مع الوكالات والهيئات الدولية على كيفية تستفيد اليوم البرلمانات المختلفة من أوجه الدعم والمساعدة الفنية التي تعمل على تعزيز قدرات النساء في البرلمان. نعم أستاذة، لنأتي إلى صلب المحور الرئيسي لهذا الاجتماع هو دور المجالس التشريعية في النهوض بمصلحة النساء في العالم. هل لك أن تصفي لنا هذا الدور؟ طبعا فيما يتعلق في النهوض في دور النساء في العالم يعني في البرلمانات، احنا اصبحنا نركز اللي يمكن بالسابق كان نستهدف كم النساء، العدد النساء الموجودين في البرلمان، ولكن اليوم نجد ان الحمد لله الدول تقدمت في نسبة تمثيل النساء في برلماناتها الوطنية، ولكن الان احنا حقيقة نستهدف نوعية النساء الموجودة في البرلمانات، كيف تكون مؤثرة في الجلسات العامة، في النقاشات العامة، في أدائها البرلماني. يعني العبرة ليس بالعدد بقدر ما هو كفاءة المرأة في أن تخلق قناعات مجتمعية بأهمية ودورها في المسائل التشريعية والرقابية، مدى تبوؤها في اللجان التي تكون في المجالس التشريعية. يمكن احنا اليوم سعدنا جدا بتكريم الدكتوره امل القبيسي من دوله الامارات العربيه المتحده باعتبارها اول امراه تكون رئيس للبرلمان في الدول على مستوى الدول العربيه، وهذا اعطى ايضا شيء مشرف لصوره دول الخليج بشكل خاص، باعتبار ان تقدم احد دول الخليج في مثل هذا المنصب هو نجاح لكافه الدول الخليجيه في المنطقه. فيعني هذا المحور حقيقة كان من أهم المحاور اللي تم التركيز عليه، كيف يتم تعزيز دور النساء في البرلمانات كقوة مؤثرة في البرلمان. طبعا احنا أيضا بينا بالنسبة لنا أن احنا في البحرين مع التعديلات الدستورية يوجد عندنا نص نوعي نحن نتشرف فيه جدا، أن من ضمن ضوابط والشروط تعيين أي من أعضاء الشورى أن يراعى فيه تمثيل النساء، فكانت هذه دلالة على الرقبة الملكية السامية والإرادة الملكية السامية في أن تكون دائما المرأة حاضرة في المجلس المعين، بما يعزز أيضا من تواجدها وقبولها في المجلس المنتخب. صحيح. سعادة الأستاذة دلالة زايد، عضو مجلس الشورى رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في القمة العالمية للنساء البرلمانيات، شكرا جزيلا لك.